دي ما عايزه كلام يعني، لكن انا بفتكر حلم الانجازات اللي عملناه بمساعده الخريجين. احنا لما جينا جامعه الخرطوم خربها بعد فضل الاعتصام، خشوا على جامعه الخرطوم حصل فيها دمار وخراب قدر ب 15 مليون دولار امريكي. نحن لولا الخريجين ولولا الخيرين ما كان قدرنا نواصل يعني، فقدرنا نبني اشياء كثيره يعني. وجاتنا تبرعات من يوكانا اللي هي جمعيه الخريجين في الولايات المتحده، وجاتنا تبرعات من خريجين خلتنا نحن جينا المطبع تحت الجامعه كل الماكينات متعطله فيها، وكنا نشغلها دار النشر برضه الاشياء خربانه فيها برضه شغلناها، وبعلاقاتنا الخاصه يعني فقدرنا نعمل عملنا، قدرنا نعمل سيستم نظام معلومات متكامل للجامعه، بدايه لرقمنه الجامعه يعني، واللي هو ده طبعا حيكون انجاز كبير وماشي هسي، يوم 2/7 حيكون خلاص اكتمل يعني. فشغالين في صمت، والهجوم يعني كان عنيف 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 بصوره ما عاديه يعني. احنا لما نوقع الانقلاب في 25 اكتوبر انا كنت عارفه بس مساله وقت انه يطلع القرار بتاع انه يشيلونا يعني من الجامعه ويشيلوا المديرين، ولكن ما وقفت قلت في حاجات كثيره بس كده لازم انجزها سريع، منها القانون بتاع مشروع الجامعه وغيره، المهم انجزناه. وبعد ذلك حكم التاريخ على اعمالنا، وفي عمليه التسليم والتسلم سلمت السيد المدير الجديد ووريته الاشياء اللي يعني ممكن يواصلوا فيها، وعملنا مؤتمر لنهضه وتطوير الجامعه. ده كان في اخر يومين، اليوم الاول كان مشى كويس، اليوم الثاني بالليل طوال طلع القرار، واصلنا اليوم الثاني المؤتمر وطلعنا بتوصيات، لانه كان جامعة الخرطوم واللي هو المؤتمر ده كان نحو تميز عالمي، فشفنا كل مكان من الداء في الجامعة، الجامعة محتاجة لإعادة إعمار شديد يعني من الأول عشان ترجع لموقعها القديم، والتوصيات حنرفعها يعني. أنا كلمت السيد المدير وقلت له حنجيب لكم كل التوصيات على أساس إنه تشتغلوا بها يعني، كان 10 محاور يعني، لكن كانت فترة تجربة، لكن والله كنت فخورة جدا بإنه مثلت النساء بإني أنا أول سيدة مدير الجامعة. يعني اوريكم الهجوم وصل لهذه الدرجه. لما صورت مع السيد المدير